سندته لهذه القضايا، ونظن احنا راح يكون جمهور راح يحضر لهذه المقابلة، وراح يكون جمهور غفير، لأننا معروفين كجزائريين نساندوا هذه القضايا من وقت المستعمر حتى اليومنا هذا. يعني هذو الامور موجوده في الاديان تاع الجزائريين. يعني انا نطلب يكون الشعب حاضر ويحضر لهذا الحفل التاريخي، لانها تعتبر مقابله تاريخيه، راح يشهد التاريخ على هذه المقابله. وان شاء الله نتلاقاو نهار السبت في ملعب نيلسون مانديلا، رمز التحرر. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.